على انتصار وفوز شداد بالمركز الاول في الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس وسلالة شداد الفائز بالشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان هو شديد لام الزبار من الانتاج. يا سلام، تهانينا سلالة شديد ام الزبار هو اللي قدم شداد في الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لمؤسسة ايضا وامبراطورية هجن ام الزبار هناك، ولهذه المحمية الغير نهني كل الفائزين. وشوطا جديدا انطلق على بركة الله، ويسرني ان احيل المايكروفون لاخي بسام الشمري معلقا على ثالث الاشواط. شكرا للزميل مطلق العنزي، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة ضمن فعاليات السباق المحلي الخامس بمرحلته الثانية بيومه الثاني. نتواصل مع اشواط الثنايا وشوطنا الثالث لفئة الثنايا البكار بشعارات أصحاب السمو الشيخي والسعادة الحاضرين في هذه المنافسات المشرفة. والثمانية كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الحاضرة والباحثة عن الناموس، كما نهني أصحاب الأشواط الرئيسية في هذا المساء. نهني هجن المرقاب التابعة لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني فوز حرير وانتزاعها لأول الأشواط المسائية، ونهني مضمرها خميس بن سعيد بن صالح الزرعي من تابعها محققة ناموس الشوط الأول، ونهني هجن الشحانية بفوز شديد أو شداد بناموس الشوط الرئيسي للثنايا القعدان، ونهني المشاغب من قاد شداد محققا ناموس الشوط الرئيسي المشاغب محمد بن خالد العطية. ثالث الأشواط يلا حيهم أرحبوا، تابعوا مع هذه المنافسة المميزة. نبدأ بعد المراكز، أول الأسماء تتواجد ملهمة على المركز الأول هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية يراقب ويتابع ملهمة على المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، تتواجد بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة همايل لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع همايل على المركز الثاني. المركز الثالث هنا تصل أسيل لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري من يتابع يراقب الأوضاع باندفاعتي وانطلاقتي. هنا همايل وأسيل على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع هنا القادمة نوادر لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بفر المري من يتابع نوادر القادمة والحاضرة والتي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثالث. المركز الرابع هنا تتقدم نبا لهجن الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري يتابع نبا التي تتسلل بدورها إلى المركز الرابع. المركز الخامس هي أسيل لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذه النتيجة مشاهدي الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي في دائرة النداء والإذاعة بأول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس الأسماء الأولى، للخمس الشعارات الحاضرة، للخمس المضمرين أو أربع مضمرين يتواجدون هنا متنافسين وحاضرين في المقدمة، ولكن هناك أيضا خلف دائرة النداء أسماء مميزة حاضرة وطامعة بالناموس والانتصار. نراقبها في هذا التحدي الكبير حاضرة ومتواجدة في مسار واندفاع
دفاعة هذا الشوط، ولكن نعود مع مجريات الشوط، نعود مع البداية، نستمتع بهذا الحضور الجماهيري الكبير الحاضر المستمتع بهذا الموروث الشعبي الكبير وبهذا العالم الساحر وهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة السباقات الهجن العربية الأصيلة. ها هي نجوم الشحانية تحتكر الخمس المراكز الأولى بقيادة وبتواجد همايل التي تسللت وانطلقت إلى الصدارة مباشرة حاملة لشعار هجن الشحانية، وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع اندفاعة همايل على المركز الاول. المركز الثاني ملهمة على المركز الثاني، هجن الشحانية حاضرة وحاضر المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع هذه المنافسة بتواجد همايل او هنا ملهمة على المركز الثاني. المركز الثالث اسيل لهجن الشحانية والبرنس، جار الله بن محمد بن عقيل يتابع هنا أسيل على المركز الثالث. المركز الرابع أحد شوارد الشحانية وهي نوادر قادمة وحاضرة بأدائها الجميل، نوادر لهجن الشحانية مع الذهب سالم بن فاران المري يتابع ويراقب هذه المنافسة باندفاعة وتحركات نوادر على المركز الرابع. المركز الخامس هنا تتقدم نبا لهجن الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع حاضرا ومتواجدا بمشاركة نبا على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدي الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، ولكن عطني لقطة يا مخرجنا على الأسماء والنوعيات الفريدة الحاضرة في هذا الشوط التي بدأت تقترب خلف دائرة النداء والإذاعة ولكنها قادمة لا محالة وحاضرة ومتواجدة تواجد بهذه المنافسات المشرفة. استمتعنا بحضورها الكبير والمميز وهذه النوعيات الفريدة التي تمتلكها هذه المؤسسات العملاقة الحاضرة من أجل التحدي ومن أجل المنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ولكن نتابع الأسماء، مؤسسة هجن الشحانية، مؤسسة هجن المرقاب حاضرين وقادمين من أجل المنافسة، وخبراء التضمير يتواجدون غادمين وطامعين بالانتصارات المسائية المميزة. يلا حيهم ارحبوا، تابعوا هذه المنافسة، تابعوا هذا التحدي الكبير بحضور النجوم الحاضرة في موقع واحد، كتلة من الأسماء الكبيرة والنوعيات الفريدة تتواجد في موقع واحد. القيادة والريادة والتغيرات التي جرت وطرت على المقدمة، نوادر على المركز الأول، هجن الشحان الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم متابعا لنوادر، ولكن نبا بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الأول بشعار هجن الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري. يتابع نبا على المركز الأول، نوادر على المركز الثاني. المركز الثالث أول نداء لمودة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري يتابع مودة على المركز الثالث. المركز الرابع أول نداء لقناعة لهجن الشحانية أيضا بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع المري على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع أسيل لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل وأيضا همايل التي تسللت في هذه اللحظات واحتلت المرتبة الخامسة بشعار هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذه نتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تسيطر وتنطلق في موقع واحد حاضرة ومتواجدة في هذه المنافسات المميزة وبهذه الانطلاقات الجميلة وبهذا المساء الجميل التي نتابع هذا الحضور الكبير والمميز من مؤسسة هجن الشحانية القادمة كل قوة والتي تفرض السيطرة على دائرة النداء والإذاعة بشواردها القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، من قيرت واحتلت الصدارة مودة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يتابع هذه المنافسة، يراقب هذا التحدي باندفاعة مودة على المركز الثالث الأول. المركز الثاني هنا نبا وغناء
على المركز الثاني والثالث بشعار هجة الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري، يتابع قناعة يتابع مودة، بينما المركز الرابع نوادر لهجة الشحانية وأيضا الذهبي حاضر سالم بن فاران المري، يتابع نوادر على المركز الرابع. المركز الخامس أول نداء لربوع لهجة الشحانية، وهنا المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع ويراقب المنافسة باندفاعة ربوع على المركز الخامس. هذه نتيجة، هذه نتيجتنا للخمس الأسماء الأولى، ولكن نرى الجميع بدأ يتحرك، يا بدأ يتحرك الجميع حاضرين وقادمين من أجل الناموس طامعين في هذا المساء المميز. 1500 متر هي من تفصلنا عن ناموس هذا الشوط يا مضمرين، هيا هلموا إلى الانتصار، هموا في هذه الملحمة الكبيرة والتحديات المميزة. ولكن بودع الصدارة، غناعة على المركز الثاني، ربوع على المركز الثالث، نوادر على المركز الرابع، وهنا الثريا على المركز الخامس. أسماء مميزة هنا تنطلق في هذا التحدي الكبير، حاضرة في هذه المنافسات المميزة والتحديات الكبيرة. ولكن الذهبي، الذهبي ما زال مع القيادة والريادة مع مودة لهجة الشحانية، ولكن غناعة، غناعة تسللت غناعة عندما رأت لوحة الكيلومتر الأخيرة والخطيرة التي تصنع عن ناموس هذا الشوط. هنا قناعة على الصدارة بشعار هجة الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثاني الثريا لهج المرقاب وخميس بن سعيد بن صالح الزرعي، يتابع الثريا طامعا بإنجاز آخر. المركز الثالث هنا جولة بأول نداء لهج الشحانية مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري، نوادر على المركز الرابع لهج الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن نعود، نعود مع البداية، صراع المقدمة على الصدارة، الثريا تتسلل إلى الصدارة بشعار هجر المرقاب مع خميس بسعيد بصالح الزرعي. هنا ينطلق بعد حرير خاطفة الشوط الرئيسي، هنا الثريا تحقق ناموس هذا الشوط مع أداء ولا أروع بشعار هجر المرقاب التابع لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، من حقق هذا الناموس والانتصار. نهنيك، نهنيك على هذا الإنجاز المسائي المميز وهذا الناموس المسائي بانطلاقة الثريا. تهانينا والف مبروك لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني مالك مؤسسة هجن المرقاب على فوز الثريا وتحقيق للإنجاز. ونهني خميس بن سعيد بن صالح الزرعي على فوز الثريا وتحقيق للإنجاز. المركز الثاني وصلت جولة لهج الشحانية مع صامل فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثالث وصلت نوادر لهج الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع، مركز الرابع قناعة لهج الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الخامس، مركز الخامس أسيل لهج الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هكذا مشاهدين الكرام مستمعينا الأفاضل المنافسة والتحدي، فكانت ثريا حاضرة بهذا الناموس والانتصار. 12 دقيقة 48 ثانية 57 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهج المرقاب. ونهني خميس بن سعيد بصالح الزرعي على فوز ثريا وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني جاءت جولة جولة هي على المركز الثاني. 12 دقيقة 50 ثانية 49 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهج الشحانية وإلى الصامل فاران بن محمد بن قريع على فوز جولة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت نوادر 12 دقيقة 51 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهج الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري من قاد نوادر محقق المركز الثالث. تهانينا والناموس كما نهني مؤسسة هجر المرقاب على فوز ثريا وتحقيق للإنجاز. ونهني خميس بن سعيد الزرعي على فوز الثريا.